انفر تمبرال ايه سيرفيس تمبرال سيرفيس اوف جريتر وينج. وعلى فكره على طول بنسميه جريتر وينج اوف سفينوت. يعني ايه؟ ما بنسموش تمبرال سيرفيس اوف الحته دي. لما يقول لك جريتر وينج اوف سفينوت قصده الحته دي على طول اللي هو المنطقه المقابله للتمبرال ايه ريجون يعني. بس لما يجي تحت هنا لازم يقول انفرا تمبرال سيرفيس اوف جريتر وينج بتاع مين؟ سفينوت. بس لو احنا قربنا الصوره شويه دي العظمه دي قلنا زي جوماتيك ارش. فانا هرسم رسمه هنكسر فيها زي جوماتيك ارش خالص واحط فيها الماندبل واكسر الريمس عشان في منطقه دي للريمس اسمها انفرا تمبرال ايه فص. والانفرا تمبرال فص المفروض فيها عضلتين لاترال تريجويد ماسل وميديال تريجويد ايه ماسل. بس في برضه عظمه كده عايزين نتفرج عليها جوه. بصوا هنا المنطقه دي ده ايه ده المناطق ده ايه ده انفرا تمبرال سيرفيس اوف جريتر وينج. مش ملاحظين في حرف حن كده هنا صح؟ شايفينها الحته دي واخدين بالكم انا يا اخوانا كريست كده صح؟ اسمها انفرا تمبرال كريست. اسمها ايه؟ على فكره دي برضه موجوده في الجريتر وينج. يعني بصوا كده هنا دي شايفين الحته البارزه دي شايفينها دي اسمها ايه يا اخوانا دي؟ انفرا تمبرال ايه؟ كريست. وده اللي اسمه الانفرا تمبرال سيرفيس بتاع الجريتر وينج بتاع مين؟ السفينوي. بس خلي بالكم حتى الانفرا تمبرال كريست برضه موجوده فين؟ في الجريتر وينج ماشي؟ وكان عندنا عظمه هنا اسمها العظمه دي لاترال تيريجويد بليت. وايه العظمه اللي قدام دي؟ المجزله. وكان بين اللاترال تيريجويد بليت والمجزله في فيشر اسمه تيريجو مجزله فيشر. ابراهيم التيريجو مجزله فيشر بيدخل على سبيس كده اسمه هو اسمه وحش؟ ايه نادر؟ طب ما خلاص قول لي نادر يقوله خلاص قول لي نادر انت ها؟ تيجو تروحوا ايه؟ تيجو ورا تيرجو ورا تاين فصه تيرجو ورا تاين ايه فصه ماشي تمام. طبعا ده اسمه لاترا تريجود بليت. بص معايا كده تبص جوه هنا في بليت تاني صح اسمه ايه ده هنا ميديا تريجود بليت. وبين اللاترا تريجود بليت والميديا تريجود بليت في ديبريشن اسمه تريجود فصه. براجع العظم تاني اهو تاني ها مين ده لاترا تريجود بليت ها ميديا تريجود اللي في النص دي تريجود فصه. ايه ده؟ تيرجو ماكزيلاري فيشر انفرا تمبرال سيرفيس اوف جريتر وينج اوف سفينويد. دي اسمها ايه؟ انفرا تمبرال ايه؟ كريست. حاجه ثانيه دي اسمها الفولار بروسيس اوف ماكزيلا صح؟ نهايه الالفولار بروسيس هنا في حاجه اسمها ماكزيلاري تيبروستي. اسمها ايه؟ ماكزيلاري ايه؟ تيبروستي. اي مشاكل؟ ايه الموضوع دلوقتي؟ تعال برضو نمسك عظمتنا كده ايه ده؟ الماندبل صح؟ الماندبل ليه اسمها ايه بتاعت ودينا؟ هيد اوف ماندبل ها؟ نيك اوف ماندبل مش كده؟ لو جينا نبص على النيك بتاع الماندبل من قدام كده هنا يعني بصوا هنا دي مين ها؟ دي الهيد ودي النيك بتاع الماندبل صح؟ في عندنا في الفرنت بتاع النيك الحته اللي متونه بزرق دي في ديبريشن كده بص كده في شغال بره دي الهيد اوف ماندبل ودي النيك بتاع الماندبل. الفرونت اوف نيك اوف ماندبل في ديبريشن فوفيا اسمه تيريجويد فوفيا. خلي بالكم في تيريجويد فصه وفي تيريجويد فوفيا. التيريجويد فوفيا دي في الماندبل في الفرونت بتاع النيك بتاع الماندبل. التيريجويد فصه دي في السكال بين اللاترال بليت والميديال ايه تيريجويد بليت. في مشاكل؟ في تيريجويد فوفيا دي في الفرونت بتاع النيك بتاع الماندبل اسمها فوفيا مشكلة. وفي تيريجويد فصه بين اللاترا تريجويد بليت والميديا تريجويد ايه؟ بليت. في اي مشاكل؟ حاجه ثانيه. هو السلك ده موجود فين؟ ها؟ اسمها ايه؟ مانديبولار كانال مش كده برضه؟ المانديبولار فورمن اللي بتكمل بعد كده فين؟ في المانديبولار كانال. مين فيكم فاكر ايه الحاجات اللي احنا خدناها بتعدي في المانديبولار كانال؟ انفيرو البولار نيرف وايه؟ وفيسكس مش كده برضه؟ هتلاحظوا ان في خط بارز كده قدام الفورم صح؟ مايلر هايد لاين. ولو قربنا الصوره شويه كده هتلاقي في جروف شايفينه اهو نهايه فوق عند الفورم ده اسمه الخط ده؟ مايلر هايد لاين. ده اسمه مايلر هايد جروف. يبقى في مايلر هايد لاين
وفي مايلويد ايه جروف. اللاين قدام الفورامن، الجروف من الفورامن ومكمل لتحت مش كده. ما المنطقه اسمها ايه؟ دي اسمها القناه دي انجل اوف ايه؟ انجل اوف ماندبل. الموضوع انا دلوقتي عندي عضلات اسمها تيريجويد ماسلز، لاترال تيريجويد ماسل وميديا تيريجويد ايه ماسل، شكلهم عامل ازاي دول؟ بص معايا عشان العضلات دي تقيله شويه. رسم الرسمه دي عليكم، بص الرسمه بتاعت النورمال لاترالز بس مش كلها، الجزء التحتاني بس بتاعها. هرسم النوز اهو، مهم قوي الرسمه دي عندك ماشي. وبعدين ايه ده؟ ده الاوربت ماشي. وبعدين بصوا الرسمه دي انا هعمل فيها حاجتين، هكسر الزيجوماتيك ارش والريمس، هكسر الزيجوماتيك ارش ومين والريمس علشان ابين الانفرا تمبرال فوس. طب هرسمها ازاي؟ كنا بنرسم الزيجوماتيك ارش بنعمل خط جنب الاوربت كده صح؟ وقوس تحتيه كده من تحت برضه قلنا بس. وبعدين قال يعني كسرته في مشاكل؟ وبعدين اروح عامل خط كده. طيب حد فيكم يعرف مين العظمه دي كده؟ اللي هي دي صح كده؟ اللي هو مين ده؟ ده الجريتر وينج بتاع، ما انا كسر الحته دي مش كده؟ وبعدين هرسم بقيه الزيجوماتيك ارش مش كده برضه؟ ماشي اه. اروح جاي هنا كده. بس طبعا هو عريض من قدام ورفيع من ورا مش كده؟ ما عملتش الاثنين قد بعض. حتى لو عملتها قد بعض ولا في فن شويه في ايه؟ في الرسمه يعني. وبعدين بروز وفصه ودايره وبروز. طب ايه البتاع دي؟ اكسترنال ريتريفيتس صح؟ وايه اللي لازم نادينها؟ يعني ستايل بروسيس. وبرده بعد اذنك يعني ايه؟ كملي الزيجوماتيك ارش من فوق صح؟ مش هو لسه مكمل صح؟ انا بس كاسر الحته اللي كانت مداريه على الجريتر وينج بس. في مشاكل؟ طب قبل ما ترسم الماندبل اعمل حاجه، كمل بس الاسكال من تحت. ازاي؟ ارسم الالفولار بروس اوف ماكزيلا، شوف انا عامله ازاي. وبعدين يعني قرب المقطع كده ينتهي الالفولار بروسيس. وبعدين كان في فيشر هنا وبليت. ده اسمه الفيشر ده؟ تيرجو ماكزيلا فيشر. وايه البليت اللي قدامكم ده؟ لاترال تيرجويد ايه؟ بليت. صعبه؟ في اي مشاكل؟ طب وبعدين خلصت يا عم ارسم ماندبل بقى. طبعا افتكروا كان في حاجه اسمها ماكزيلا تيبروست مش كده برضه؟ وده مين ده؟ لاترال تيرجويد بليت. اللي انا شايفه اللاترال بليت من بره ولا من جوه؟ يعني ده لاترال سيرفيس اوف لاترال تيرجويد بليت ولا ميديا سيرفيس؟ ده لاترال سيرفيس اوف لاترال تيرجويد بليت. في مشاكل؟ وبعدين ارسم المن بس يعني ايه نرسمه ازاي هنا؟ ارسم الراس بتاعته اهي ما كملش، انزل بس بظهر المندل مره خلاص. وبعدين انا هكسر المندل ماشي عشان ابين، اصل انا لو كملت المندل هيدلع الكلام ده كله صح؟ انا عايز ابين الجزء ده. فاروح عامل ازاي؟ جاي هنا كده واروح عامل ايه زي ارش صغير كده يعني. قال لي انا عملت في المندل كسرته ماشي. فهمتم؟ وبعدين بس كمل بقى المندبل بس خلاص وصلت. في هنا دي اسمها العظمه دي، حد يعرف اسمها العظمه دي هنا؟ تمبرال بون. بين التمبرال بون والماندبل في جوينت اسمه تمبرو مانديبولار ايه جوينت، هي المنطقه دي. طبعا التمبرو مانديبولار جوينت ده ساينوفيال جوينت، ساينوفيال ايه جوينت. طبعا طالما ساينوفيال جوينت يبقى في سائل صح؟ يبقى لازم يليه فايبرس كبسول. في جدار كده من بره، ده عباره عن ايه ده يا اخوانا؟ ده الكبسول بتاع مين؟ التمبرو مانديبولار ايه جوينت، اللي هو الخطين السمر دول. طبعا ده مقطع من الجنب انا مقشر الكبسول. وبعدين تيجي تبص جوه المفصل في ديسك موجود عباره عن كارتلج موجود هنا كده اسمه ارتكولار ايه ديسك، بين المانديبل والايه والعظم فوق. يعني ده الفايبرس كبسول وده بيسموه ارتكولار ايه ديسك. هعملها رسمه مكبره دلوقتي اهي في الجنب هنا مثلا اهي، يبقى المانديبل عامل كده اهو، الاسكار من فوق وده الماندبل. دي اسمها ايه في الماندبل؟ الهيد. ودي اسمها ايه؟ النك. ما ايه اللي بره هنا؟ الكبسول صح كده؟ وجوه الجوينت في حاجه اسمها ارتكولار ديسك جواه موجوده هنا. خلاص؟ خالد الله يكرمك ممكن تدفن بتاع ده. في خالص صداع
ماشي يا اخوانا؟ طيب نرجع تاني. ايه المطلوب؟ قال لي في عندي عضلتين، واحده اسمها لاترال تريجويد ماسل وواحده اسمها ايه؟ ميديال تريجويد ماسل. كل واحده منهم ليها راسين، سواء اللاترال تريجويد او الميديال ايه؟ تريجويد. بصوا معايا كده. نبدا باللاترال تريجويد، ماشي. قال لي اللاترال تريجويد ماسل فان شيبد ماسل، يعني عامل زي ايه كده؟ عامل زي المروحه كده، صح كده؟ شبه مين يعني؟ كان في واحده برضو فان شيبد كده، ها؟ التمبوريلس، صح كده؟ قال لك بس يعني التمبوريلس كانت كتله واحده كده ونازله على الرفايع، مش كده؟ دي يعني راسين اثنين، ابر هيد وايه؟ ولور هيد. الابر هيد بتاعتها ماسكه فين؟ ايه رايكم؟ في الجريتر وينج. طب في الانفرا تمبورال سيرفيس ولا في التمبورال سيرفيس؟ ماسكه في الانفرا تمبورال سيرفيس بتاع الجريتر وينج بتاع الاسفنود، وكمان ماسكه في الكريست. مش قلنا ان في تحت هنا في كريست، صح؟ مش كده؟ يعني ايه ماسكه في المنطقه دي كلها؟ ماسكه فين الابر هيد؟ في الانفرا تمبورال كريست وفي الانفرا تمبورال سيرفيس بتاع الجريتر وينج بتاع مين؟ بتاع الاسفنود. انا هي دي يا اخوانا فيهم؟ دي الابر هيد بتاع لاترال تريبويدز، دي ابر هيد. ماشي. طب اللور هيد طالعه منين يا رايكم؟ ها؟ بص في الرسمه، قال لي ماسكه في اللاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت، مش كده؟ ماسكه فين؟ لاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد ايه؟ بليت. والابر هيد طبعا مين الاضخم فيهم؟ اللور فظيعه، مش كده؟ شكلها ضخم جدا، مش كده؟ واللور هيد دي هي والابر هيد هما الاثنين كونفيرج باكورد، يعني بيتجمعوا ناحيه ورا، صح؟ ويمسكوا فين؟ بص كده في الرسمه، ادي واحد اثنين ثلاثه، يعني بص في الرسمه دي كده هنا ماسكين، هنا كده ماسكين فين؟ قال لك والله ماسكين في الفرنت بتاع النك بتاع المندبل، في حته اسمها التريجويد فوبيا، فاكرها؟ اللي كانت موجوده فين؟ في الفرنت بتاع النك، وماسكه في الانتيريور سيرفيس بتاع او الانتيريور بار بتاع الكبسول بتاع التمبرو مانديبرال جوينت، وماسكه فين كمان؟ في الارتيكولار ديسك. واحد اثنين ثلاثه، الانسيرشن بتاع اللاترال تريجويد ماسل. ثلاث حاجات، فرنت اوف نيك اوف ماندبل اللي هي التريجويد فوبيا. اثنين، الفرنت بتاع الكبسول بتاع التمبرو مانديبرال جوينت. ثلاثة، الانتيرو بارت بتاع الارتيكولار ايه؟ ديسك. ثلاث حاجات هم الانسيرشن بتوع مين؟ اللاترال ايه؟ تريجويد. في رسمها لو قربنا الصورة كبرناها الكلام موجود اهو، ماسكة في الكبسول وماسكة في الديسك وماسكة فين؟ في الفرنت بتاع ايه؟ النك، والحتة اللي في الفرنت بتاع النك اسمها الفوفيا، ماسكة في الفوفيا بتاع الفرنت بتاع النك بتاعت مين؟ المندل. صعبة؟ في مشكلة؟ ده ابر هيد ودي مينها؟ لور هيد. ابر هيد طالعة من الانفرا تمبرال سيرفيس بتاع الجريتر وينج بتاع الاسفينويد اند انفرا تمبرال كريست. لور هيد لاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد ايه؟ بليت. انسيرشن ثلاث حاجات، كبسول ديسك نك. صعبه؟ فاضل الاكشن، مش كده برضه؟ وخدنا معلومه كده ان كل عضلات الماستيكيشن بيبقى زون نيرف واحد اسمه مانديبولار، بس لسه ما خدناش تفصيل انهي فرع في المانديبولار. المانديبولار نيرف ليه ترانك وليه انتيرو ديفيجن وليه بوستيرو ديفيجن، ماشي؟ هل بيطلع من الترانك ولا من الانتيرو ولا من البوستيرو؟ ده اللي هنعرفه الفتره الجايه ان شاء الله. فاضل الاكشن، مش كده؟ طب تعالى نعرف الاول بس الميديا تريجويد عشان الاثنين لهم اكشن مع بعض كده مشترك. بص كان في فورم هنا اسمها مانديبولا الفورم، صح؟ فاكرينها دي؟ دي اسمها الفورم دي اخوانا، انا المانديبولا ايه؟ فورم، مش كده؟ وكان في من الفورم بينزل جروف كده اسمه الجروف ده ماينر جروف، مش كده؟ ايوه والله ميديال تريجويد ماسل. اللاترال كان ليها ابر هيد ولور هيد، صح؟ الميديال ليها سوبرفيشال هيد وديب هيد. ليها ايه؟ سوبرفيشال هيد وديب هيد. و قاضي هو الحته دي اسمها ايه قلنا؟ المجزله التيبروست، صح؟ او التيبروست بتاعت مين؟ المجزله. الجزء ده صح، نهايه المجزله من ورا دي. ماشي. ومين البتاع ده اسمه ايه؟ لاترال تريجويد ايه؟ بليت. بصوا هنرسم العضله كده ونشوف القصه بتاعتها ايه، اللي هي الميديا تريجويد ماسل. منظرها عامل ازاي؟ ميديا تريجويد ماسل ليها تو هيدز برضه،
بس واحده سوبرفيشال وواحده ديب. يبقى اللاترال ليها ابر ولورنت صح؟ والميديال يعني ليها سوبرفيشال وايه؟ وديب. طب السوبرفيشال طالعه منين؟ ها؟ فروم ماكزيلاريتي بروس مش كده؟ او التبروس بتاعت المجزله. والديب هي طالعه من اللاترال تريجويد بليت بس من جوه. طالعه من الانر سيرفيس اوف لاترال تريجويد ايه؟ بليت والفصه. فاكر حاجه اسمها تريجويد فصه؟ اهي تاني. ده اسمه ولا ايه؟ لاترال تريجويد بليت. ليه لاترال سيرفيس وليه ميديال سيرفيس. اللي ماسك في اللاترال سيرفيس مين؟ اللور هيب بتاعت مين؟ اللاترال تريجويد. واللي ماسك في الميديال سيرفيس الديب هيب بتاعت مين؟ الميديال تريجويد. ده ماسكه في الميديال سيرفيس وماسكه فين كمان؟ في قلب الفص. ماشي؟ يعني التريجويد فوفيا ماسك فيها لاترال تريجويد. والتريجويد فصه ماسك فيها ميديال تريجويد. خلي بالكم التريجويد فوفيا بتاع الماندبل صح؟ مين اللي عمل انسيرشن فيها؟ اللاترال تريجويد. الترجويد فصه بتاع السكال مديها اوريجن لمين؟ للديب هيب بتاع الميديا ايه؟ تريجويد. حاجه ثانيه اللاترال تريجويد بليت في عضلتين لاترال سيرفيس لاترال تريجويد ميديال سيرفيس ميديال ايه؟ تريجويد. ماشي؟ فعلا هتقول لي بقى الميديا تريجويد ماسكه في الميديا تريجويد بليت. لا ماشي؟ الميديا تريجويد بليت في عضلات ثانيه في اثنين تريجويد بليتس لاترال تريجويد بليت وميديا تريجويد بليت. ماشي؟ وفي اثنين تريجويد ماسلز لاترال تريجويد ماسل وميديا تريجويد ماسل. هما الاثنين ماسكين في انهي بليت؟ ها؟ في اللاترال بليت. مش كلام؟ اللاترال ماسكه في اللاترال سيرفيس والميديا ماسكه في الميديا سيرفيس في لاترال تريجويد ايه؟ بليت. بص بلاش لاترال سيرفيس وميديا خليها اوتر وانر سيرفيس. اشمعنى ممكن تتلخبط؟ يبقى اللاترال تريجويد بليت الاوتر سيرفيس بتاعه ماسك فيه لاترال تريجويد والانر سيرفيس بتاعه ماسك فيه ايه؟ ميديا ايه؟ تريجويد. عشان ممكن تيجي في امتحان تتلخبط تروح كده ايه؟ ميديا تريجويد ايه؟ بليت. ماشي يا اخوانا؟ صعبه؟ طيب. وبيقول لك معلومه في الكتاب هنقرا الكلام دلوقتي. بيقول لك دلوقتي دي اللور هيد بتاعت مين؟ اللاترال تريجويد. التو هيدز بتوع الميديا تريجويد عاملين كلاسبنج. اللور هيد بتاعت مين؟ اللاترال تريجويد. يعني عاملين زي ايه؟ زي الفورسيبس كده. عاملين زي كوم عامل قصتها بقص او كلبشتها كده. ان في هيد سوبرفيشال السوبرفيشال هيد بتاع الميديا تريجويد بره بالنسبه لمين؟ للور هيد بتاع اللاترال تريجويد. والديب هيد بتاع الميديا تريجويد جوه بالنسبه لمين؟ للور هيد بتاع اللاترال ايه؟ تريجويد. فعاملين زي المقص على كده من بره. عاملين كلاسبنج على اللور هيد بتاع اللاترال ايه؟ تريجويد. بيقول لك ان الميديا تريجويد ماسل ارايز باي تو هيدز سوبرفيشال اند ديب. التو هيدز كلاسب اللور هيد بتاع اللاترال تريجويد ايه؟ ماسل. طب هما الاثنين دول بيروحوا فين؟ اللي هي السوبرفيشال والايه؟ والديب. مين ديب؟ في الانجل اوف ماندبل. قال لك بص ماسكين هنا. بص كده هنا. في علامه دي كده؟ ماسكين في الحته دي. طب وصفها؟ ماسكين في الانجل صح؟ طب انر ولا اوتر سيرفيس؟ انر سيرفيس. الانر سيرفيس اوف ايه؟ اوف انجل. تحت الفورامن ورا جروف. تحت الفورامن ورا الايه؟ الجروف. اسمها الفورامن دي؟ ها؟ مانديبولا فورامن. بيلو مانديبولا فورامن. اند بيهايند مايل هايب ايه؟ جروف. ماشي؟ ده الانسرشن بتاع مين؟ بتاع الميديا تريجويد ايه؟ مصر. صعبه؟ نيجي بقى الكلام تقيل شويه. الاكشن بتاعهم. الاكشن بتاع تريجويد ماسلز. مركزين؟ صحيين؟ بصوا معايا. راجعوا معايا بسرعه كده. تريجويد مهمين قوي على فكره. وعلى فكره اهم من الاتاتشمنت الريليشنز. رهيبه ملهاش حل. العضلتين دول كل الريليشن بتاعتهم مع الفيسلز والنيرفز الجايه دي. يعني لما تيجي تتكلم على الريليشن اكنك بتجمع كل فروع النيرفات والارتز الموجوده في المنطقه دي. ما لهمش حل العضلتين دول. ماشي؟ مش عايز اقول لكم دول اهم عضلتين في الكتاب الاولاني ده كله. يعني عضلات الماستيكيشن مهمه كريليشنز مش كده؟ اهم طبعا البروكسينيتور. واهم اثنين فيهم دول اللي هم التريجود ايه؟ ما لهمش حل. بيتكرروا في امتحانات بطريقه مش طبيعيه. بص معايا. مره اجيب اتاتشمنت وريليشن ومره ريليشن بس. مره اجيبها بتجميعه ثانيه زي ما قلت في اخر الحصه نجيبها بصيغه ثانيه. زي مثلا برونيترز اوف فور ارم، سوباينيترز اوف فور ارم، يقول لك ايه؟ ماسلز بروتيرود الماندبل، ماسلز ريتراكت الماندبل، نجيبها بالصيغه دي. بص معايا. ودلوقتي قلنا في اثنين تريجويد لاترال وميديال صح؟ راجعوا معايا كده. اللاترال كان لها كام هيدها؟ ابر ولور. ابر طالعه منين؟ دي بتاعت الجريتر وينج بتاع الاسفينويد صح؟ من الانفرال تمبرال سيرفيس والكريست بتاعته. طب واللور طالعه منين؟ لاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت. والتو هيدز بيمسكوا فين؟ في النيك بتاع الماندبل، في الكبسول بتاع الجوينت، والديسك بتاع الجوينت. دي لاترال تريجويد صح؟
الميديا تيرويد. قال لي والله لقيته هيد صح يومها سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال ماسكه فين؟ في المجزله التيبرست. والديب ماسكه فين؟ في الانر سيرفيس بتاع اللاترال تريبوت بليت والفوس. وفي قصه كده مع التو هيدز مع اللاترال تريبوت عاملين ايه؟ كلاسبنج مش كده؟ واحده سوبرفيشال واحده ديب اللور هيد بتاع اللاترال تريبوت. طبعا ملوش دعوه بالابر هيد خالص بعيد. والتو هيدز بينزلوا يمسكوا فين تحت؟ يمسكوا في الانجل انر سيرفيس اوف انجل اوف ماندل ماشي؟ تحت الفورمن ورا الجروف below mandibular foramen and behind myoid A groove. مصطفى انجل اوف ماندبل تعرف تقول لي خدنا كام حاجه لحد دلوقتي ليها علاقه بالانجل؟ عايز اربع حاجات. بص يا مصطفى علاقه يعني ايه؟ يا اما ماسكه فيها يا اما عدي عليها. خدنا عضله ماسكه من بره وعضله ماسكه من جوه. ايه اللي ماسكه من بره؟ الحصه اللي فاتت المسيتر صح؟ مع انه في الكتاب مش جايب سيره الانجل خالص بس رسمها لحد الايه؟ الانجل ماشي؟ من جوه ها؟ الميديا تيرويد مصل. طب من ورا كان في ليجامنت. من الستايلويد للانجل ستايلو مانديبولار ليجامنت صح؟ وكان في نيرف كده معدي على المنطقه دي. برانشات الجريت اريكرو ايه؟ نيرف ده حتى بيغذي الجلد اللي موجود فين؟ على الانجل بتاع مين؟ المانديبول مش كده برضه؟ ولسه في حاجه ثانيه. ده شافوا بيتسال كده عندكم. يقول لك يجي الدكتور يقول لك ايه؟ انجل اوف مانديبول. مالها يا اخويا؟ ايه اللي تعرفه عنه؟ اعرف عنها؟ دي ساتك بين الريمس والبادي يعني ايه في ايه يعني؟ ماشي اخوانا؟ لا ايه العضلات اللي ماسكه فيها؟ ايه الحاجة؟ او يجي سؤال ام سي كيو اول اوف ذا فولوينج ريجاردنج انجل اوف ماندل ماشي او اول اوف ذا فولوينج ستراكشر ريليتد تو انجل اوف ماندل اكسبت يقعد يبص لك حاجات كده. ما ده شافوا ده الام سي كيوهات والشافو ده المنظر بتاعها عامل ازاي؟ ماشي اخوانا؟ الشافو بدايه تاني يبقى كده يمسك مثلا فورم الاوفال تعرفها؟ اه اللي بيعدي فيها بص بقى في مانديبولار نيرف ليزر بتروزن نيرف مش عارف فين مش عارف اكسترو مننجر ارتري تمام يستلف اي واحد منهم بقى نيرف ارتري اي حاجه الارتري طالع منين من الارتري الفلاني كمل بقى طب ايه اذر برانشز طب بيخش منين من فرع مش عارف سباينوزا بيعدي منها ايه دي 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 دي. ماشي فانت من الاول رايحها وقول له ما اعرفش بتاع الفرع من اوفال ولا يقول لك طب ايه اللي بيعدي فيها انا ما اعرفش الفرع من اوفال ما اعرف اللي بيعدي فيها بس خد واحد عشان هيبرجرها في اسئله صح اقطع اقطع عليه الطريق بس هتقول له اه اعرفها يقول لك طب اللي بعده لا انا مش هنخلص بقى روح ماشي بسرعه عايز بقى دماغ هندسيه مش كده الاكشن بتاع التيروجويد ماسلز ماشي عايز بقى شويه ميكانيكا بقى بص معايا اصل الاكشن غريب في الكتاب يقول لك ايه اسمع يقول لك اكشن اوف تريجويد ماسلز اسمع الاثنين مع بعض بيشتغلوا ولا واحده بس اللي شغاله؟ طب لو الاثنين لو يعني بيتكلم على لاترا تريجويد بتاع الناحيتين يعني يشتغلوا مع بعض مش كده في نفس الوقت ولا الترنتنج كونتراكشن طب لو واحده بس شغاله بيحصل ايه؟ تحس ان بيجي لك تخلف عقلي واحده واحده كده نفهم بس هنفهم الاكشن كده ببساطه قوي وبعدين نشوف لو الاثنين مع بعض يشتغلوا يحصل ايه؟ لو واحده بس اشتغلت ايه اللي هيحصل؟ بص المانديبولا والله ده يمثل مين الخط ده كده ده اتجاه مين اللاتر تريجوي صح كده ما يمسك في الاسكار والمانديبول صح المفروض هتشد المانديبول صح والميديا جاي كده صح في مشاكل قال لك والله الدايركشن مايل مش كده برضه يعني تقريبا من قدام لورا فسواء دي انهي عضله فيهم ها دي اللاترال تريجوي ودي مين ها؟ الميديال تريجويد. بص معايا دي لو عملت كونتراكشن المانديبول هتتحرك لقدام صح؟ مش كده برضه؟ يعني ها بتعمل ايه؟ بروتريوجن. نفهم بس القصه الاساسيه وبعدين ايه؟ نحلل الباقي. ودي برضه من قدام لورا صح؟ فلو عملت كونتراكشن عامله زي السوبرفيشال فايبر بتاع المسيتر فاكرين؟ برضه هتعمل ايه؟ بروتريوجن. ماشي. اي مشاكل؟ ماشي. يعني سواء لاترال او ميديا تريجويد بيعملهم بروتريود المندل هم جايين من قدام لورا بس يعني ايه؟ دي اقوى شويه صح كده انها جايه هوريزونتال كده فهمت قصدي؟ دي هتشد المندل صح؟ لو شدته هيترمي لتحت مش كده؟ ماشي. محور الحركه هنا بتاع المندل ماشي يا اخوانا؟ فلو ده اتشد كده هيحصل ايه؟ ينزل لتحت ولا يطلع لفوق؟
لتحت مش كده؟ يعني ايه يعنيها؟ ديبريشن. طب دي تعمل ايه؟ اليفيشن صح؟ بص معايا بص بص هدوء هدوء. نظام الروافع والبكر والحاجات دي غريب شويه. افهمكم المنظر. لو عندنا بكره بالمنظر ده. ادي محور الدوران بتاعها. ركزوا بس معايا. ماشي. وعندك سلك مربوط بمسمار هنا. ماشي. وسلك مربوط بمسمار هنا. ماشي. اولا دي لو عملت اتحركت السلك ده هيحصل ايه؟ ها؟ هتنزل لتحت مش كده؟ طب دي لو اتحركت تعمل ايه ها؟ تطلع لفوق. طب لو ده المندبل. ماشي. دي لو عملت ترجويد ودي ميديا ترجويد صح كده؟ دي هتعمل ايه ها؟ دي لو عملت كونتراكشن هيحصل ايه؟ هينزل لتحت مش كده؟ ما البكره ايه؟ مش مفصل. ماشي. تعالى بقى ايه؟ همثلها لكم بنظام الروافع. يا جماعه ما هو اسمعوا اللي فيكم ربنا يكرمهم هيتخصص فيزيوثيرابي او هيبقى فيه ده الشغل بتاعهم كده. العضله بتشتغل ازاي؟ دي بتعمل ازاي؟ بتعمل ازاي؟ عشان يمرن العضلات. خلي بالكم نضيفه شويه كده يعني. بص بص معايا بص بص خلي بالكم نضيفه بس عايزين فرصه بس بص معايا. بص معايا دي لاترا ترجويد ودي ميديا ترجويد خلاص. دي سهله الفيتس فيها مشكله. دي الميديا اللي بتطلع لقدام وبترفع المندبل فيها مشكله عندكم؟ المشكله في اللاترا صح؟ اللاترا هتطلع لقدام برضه بس لو شدك كده يحصل في البكره دي هتنزل لتحت صح؟ يعني هتدرس مين؟ المندبل. وصلت؟ في بقى اكل رخم جدا يقول لك يعني مش هتاخد في دي غلوه راسك في الحيطه راسك في الحيطه زي ما العصابه اللي وراك ده. ايوه انت بتتكلم وبقك مقفول اصلا. انا عارف ما بيعرفش يتكلم وبقه مقفول فانا هرجع وراه وراح انا متخانق مع مين؟ مع التاني وهو قاعد ساكت. ما اتكلمت ظلمني. نعم؟ بص في اكشن رخم جدا. بيقول لك اللاترال ترجويد والميديا ترجويد بول ذا ماندبل تو ذا اوبوزيت سايد. يعني ايه بوش؟ يدفع صح؟ بول بيشد مش كده؟ ماشي يا اخوانا؟ اشياء هي بتشد ولا بتزق؟ قال لك بتشد. بتشد المندبل للناحيه الثانيه. طبعا بص ما فيش اي رسمه هتبينها غير هنا. او ما فيش لازم على الموديل. ازاي؟ بص معايا كده بقى. دلوقتي هما التريبيوت مصر ماسكين فين؟ قال لك في التريبيوت جليد صح؟ مش ده الاكثر جليد؟ وكلهم رايحين على المندبل مش كده؟ يعني جايين من جوه لبره صح؟ فقال لك الدايركشن بتاعهم ناحيه اللاترال. قال لك ازاي ناحيه اللاترال؟ يعني بلد بيجي يقول لك مثلا ايه الميديا ترجويد مصر في رسمتها بص عامله ازاي؟ يقول لك الميديا ترجويد مصر داون وباك ولاترال صح؟ هي يعني في رسمه باينه ايه؟ داون وباك صح؟ بس هل اللي قدام في رسمه انها رايحه لاترال؟ ردوا عليا لازم تبص عليها من ورا عشان تعرف المنظر ده ازاي؟ قال لك المنظر جاي كده. اللاترال ترجويد او الميديا ترجويد ماسكين في البليد ده صح؟ ورايحين على المندبل صح؟ فلما يعملوا كونتراكشن هيقصروا. بص لما يقصروا هيعملوا ايه؟ لما يقصروا بقى هيشدوا المندبل ولا يزقوه؟ ما تردوا هيشدوه صح كده؟ ازاي؟ كده. المندبل راح فين؟ رجع تاني كده. هما هيعملوا كده صح؟ فهيشدوا المندبل يودوه الناحيه الثانيه صح؟ بيشدوا المندبل يرموه الناحيه الثانيه للاوبوزيت سايد. انتوا بس عامله ازاي؟ فبس خلي بالك ما ينفعش الناحيتين يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. ليه؟ عشان دول لما يشدوا دول يوقفوهم ايه؟ يعني دول كونتراكت دول ايه؟ بيريلاكس. يعني عملتوا كده صح؟ طب عايز ارجعه تاني، دول يعملوا ايه هنا؟ كونتراكشن والناحيه الثانيه بتعملوا ايه؟ ريلاكسيشن. دي اسمها سايد تو سايد موفمنت.
فاللاتر ترجويد والميديا ترجويد بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ سايد تو سايد ايه؟ موفمنت. تاني ترجويد ماسلز هما الاثنين بيعملهم ها؟ بروتريوجن، وهما الاثنين بيساهموا في الحركه اللي اسمها سايد تو سايد ايه؟ موفمنتس. ماشي؟ بس في فرق بين الاثنين، ان اللاترال بتعمل ديبريشن للمندبل والميديا بتعمل اليفيشن لمين؟ للمندبل. فهمتوا القصه؟ طب نقرا ونشوف الكلام مكتوب في كتاب ايه؟ لان الكلام ملعبك شويه. نعم. مش راح اشرحها اشرحها اقولها. لا بعد كده ايه ونشوف ايه اللي بص معايا كده صفحة ستين. يلا نبدا كده نقرا الكيمورايز مع بعض يلا بسرعة. نعمين هاجي لكم حاضر والله. تمبرانس مصر بس الرنة بس تمبرانس it is a fan shaped muscle صح كده؟ ايه؟ نبص على الرسمة اللي موجودة عندنا fan shaped ايه؟ مصر موجودة في التمبرال ايه؟ ريجون اوريجين. مين فاكر بقى طالعة منين؟ طالعة من الفلور بتاع التمبرال فصة والديب سيرفيس اوف تمبرال فاشيا صح كده؟ يبقى فعلا هي طالعة من الفلور اوف تمبرال فصة اند فروم ديب سيرفيس اوف ذا كفرنج تمبرال ايه؟ فاشيا ادي الاوريجين بتاعها. انسرشن كان ايه اسمها بتاع دي هنا؟ كورونايد بروسيس والانتيرور بوردة بتاعت الريمس. بس استنى استنى لما جه يتكلم قال لك المصل ليها انتيرور فايبرز ولها بوستيريور فايبرز وانترميديت فايبرز. الانتيريور فايبرز فيرتيكال صح؟ الانترميديت فايبر اوبليك والبوستيريور فايبر هوريزونتال صح؟ والفايبر بتكونفيرج وبتتجمع عشان تمسك فين؟ في الكورونايد والانتيريور بوردر بتاعت مين؟ الريموس اوف ماندبل. هيجي هنا في الانسيرشن ذا ماسل از فان شيبت. ذا انتيريور فايبرز باس فيرتيكالي صح؟ ذا انترميديت فايبرز ران اوبليكلي. ذا بوستيريور فايبرز ران هوريزونتالي. فيها مشكلة دي؟ ده كانت في الامتحان الكلام ده فيها في فيرتيكال فايبر اند اوبليك فايبر وفي هوريزونتال ايه؟ فايبرز. وبعدين الفايبرز كونفيرج اون ذا انتيريور بوردر اند ميديال سيرفيس اوف كورونايد بروسيس اوف ذا ماندبل اند انتيريور بوردر اوف ريموس اوف ايه؟ اوف ماندبل. في اي مشاكل؟ طيب اكشن مين فاكر الاكشن بتاعها بتعمل ايه؟ اليفيت الماندبل ها؟ ريتراكت الماندبل وانتي جرافيتي ماسل مش كده؟ الاكشن بتاعها طبعا احنا كل اللي نعرفه في النيرف سبلاي كلمه واحده بس اللي هو المانديبولا بس ما اعرفش ايه موضوع دي التمبرال برانشز دي ماشي انا كل اللي اعرفه ان كل عضلات الماستيكيشن بيغذيها مين مانديبولا بس انا ما اعرفش ازاي المانديبولا هيغذيهم صح لسه دي قصه ثانيه كبيره قوي اكشن العضله بتليفيت المانديبولا اكت از انتي جرافيتي ماسل والبوستيرو فايبر بتاعتها ريتراكت البروتلودد ايه ماندبل يعني درو باكورد بتشد الايه لورا بس انت تقول له ها لازم يكون الماندبل اصلا ايه بروتريودد ريتراكت بروتريودد ماندبل ما تقولش ريتراكت ماندبل بس بروتريودد ماندبل. طيب ال 62 طبعا ما خدناش الريشن لسه المزيتا يقول لك اسمع بص على رسمه كده اتز اكوادري لاترال ماسل اللي هي اربع اضلاع مش كده اهي اوريجين والله بص بقى بص على رسمه سوبرفيشال هيد وديب هيد صح؟ سوبرفيشال هيد ارايز فروم اللور بوردر اوف زيجوماتيك ارش صح؟ الديب هيد ماسكه فينها؟ في الانر سيرفيس اوف زيجوماتيك ارش بس حتى في الرسمه مش موضحها باين ان هما الاثنين ماسكين فين؟ في اللور بوردر بس رسمه الورقه معانا متوضحه باين السوبرفيشال ماسكه في اللور بوردر اوف زيجوماتيك ارش والديب مصورينها او رسمينها انها انر سيرفيس اوف زيجوماتيك ايه؟ ارش والسوبرفيشال دايركتد داون اند باك صح؟ والديب ردوا ها فيرتيكال مش كده المكتوب عندكم؟ طيب انسرشن والله ماسكين هم سوبرفيشال او ديب لاترال سيرفيس اوف ريموس اوف ماندبل حتى في الكتاب كاتب انتو لاترال سيرفيس اوف ريموس اوف ماندبل ما ذكرش حتى داون تو الايه؟ الانجل حتى بس ارسمها هنا رايحه لحد فين؟ لحد الانجل ماسكه في كل اللاترال سيرفيس لحد فين تحت كمان؟ لحد الانجل اوف ايه؟ اوف ماندبل في مشاكل؟ طيب وحتى في سؤال بتسالوه ايه العضلات اللي ماسكه في الانجل؟ يذكر منها المسيتر ماشي مع انه مش كاتب موضوع الانجل دي خالص بس رسمها كلها لحد فين؟ الانجل قدامكم اهي في مشاكل؟ طيب اكشن مين يقول الاكشن بتاعها؟ مصطفى الاكشن بتاع العضله بتعمل ايه؟ البول فايبرز ها
إليفيت الماندبل والسوبرفيشال بروتريود الماندبل والديب ريتراكتيف بروتريود الماندبل صح كده؟ ففعلا الاكشن بتاعها كلوز دي جو يعني ايه الفكين يعني ماشي باي إليفيتنج دي ماندبل السوبرفيشال فايبرز بروتريود دي ماندبل والديب فايبرز ريتراكت بروتريود ايه ماندبل. بص مصر على كلمه بروتريود ايه ماندبل لازم تقال الكلمه دي ماشي يا اخوانا. طيب لاترال تريجويد اهي ليها كام هيدها؟ ابر هيد ولور هيد وشكلها عامل ازاي؟ فان شيب. بص بص معايا كده في عندك اربع عضلات لعضلات الماستيكيشن اثنين فان شيب واثنين كوادري لاترال الاثنين الفان شيب تمبوراليس ولاترال تريجويد والاثنين الكوادري لاترال الماسيتر والميديا تريجويد يعني نيجي على الميديا برضه كوادري لاترال مصر يجي على التمبوراليس يقول لك ايه فان شيب يجي على اللاترال يقول لك ايه فان شيب فاثنين فان شيب واثنين كوادري ايه لاترال الفان تمبوراليس ولاترال تريجويد والكوادري لاترال المسيتر والميديا تريجويد في مشاكل تمام حلو قوي. طيب لاترال تريجويد مصر والله دي فان شيب مصر وبتبقى رايز باي تو هيدز ابر هيد بص بقى فروم انفرا تمبورال كريست اند انفرا تمبورال سيرفيس اوف جريتر وينج اوف ايه اوف سينويد مش ده الكلام اللي قلناه واللور هيد من الرسم اهي فروم لاترال سيرفيس اوف لاترال تريجويد بليت او اوتر سيرفيس اوف لاترال تريجويد ايه بليت الانسرشن صفحه 64 يقول لك دي تو هيدز كونفيرج از دي باس باكورد اند ار انسيرتد انتو بص على رسمه افتكروا كده ماسكه فين ها في الفرانت اوف نيك اوف ماندبل في حته اسمها تريجويد فوفيا فاكرين في الفرانت بتاع الكبسول بتاع التمبرو ماندبرا جوينت وفي الارتيكولار ديسك مش كده برضه؟ اه ده تريجويد فوبيا اون ذا فرونت اوف ذا نيك اوف ماندبل ارتيكولار ديسك دي كبسول اوف تمبرو ماندبرا ايه جوينت بس في او ناقصه يعني وكمان خلاص ماشي كده تمبر ماندبرا يعني اكمل الحرف الناقص اسمه ايه؟ تمبرو ماشي ماندبرا ايه جوينت ده امتحان المره الجايه يبقى كده حط الحرف الناقص في الكلمه. طيب النيرف سبلاي برضه اللي احنا خدناه بس اللي هو الايه؟ مانديبولر بس وخلاص، ايه ما اعرفش ايه بقى فروم ذا انتيرو ديفيجن اوف مانديبولر ده ليه اسم كمان الفرع ده؟ اسمه نيرف تو لاترال تيروجويد برانش فروم انتيرو ديفيجن اوف مانديبولر نيرف اما اعرفه ساعتها. ماشي. اكشن بص نقرا مع بعض بقى كده ايه الاكشن عشان نجيب حوالي. بص. وهنا في الاكشن قال لك ايه؟ واحد ذا ماسلز اوف بوث سايدز. ماشي. يعني العضلتين هيشتغلوا الرايت والليفت انا بتكلم على اللاترال تريجويد بس الاثنين لاترال تريجويد هيشتغلوا مع بعض ولا واحده بس هتشتغل؟ بص the muscles of both sides acting together ولا alternating contraction؟ بص معايا هما الاثنين هيشتغلوا مع بعض الرايت والليفت لاترال تريجويد عادي هيزقوا المندبل ويدبرس المندبل يعملوا ايه تاني ها؟ بروتريود ودبرس في مشاكل دي؟ ولو الاثنين اشتغلوا مع بعض بالتزامن alternative contraction they produce side to side movement mandible يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي في lateral تريجويد الناحيه دي وفي lateral تريجويد الناحيه الثانيه ماشي؟ الاثنين هيشتغلوا في نفس اللحظه دلوقتي مع بعض هيعملوا ها؟ depression و protrusion خلاص كده؟ طب الاثنين هيشتغلوا مع بعض بس بالتبادل ماشي جاي تشتغل وبعدين تشتغل دي تشتغل وبعدين تشتغل يعملوا ايه ها سايد تو سايد ايه موفمنت برضه الاثنين اشتغل بس بالايه بالتبادل. طب سنجل ماسل الرايت بس هتشتغل الرايت بس هتشتغل برضه نفس الكلام ها هتعملها ديبريشن و بروتريوجن بول ماندبل تو اوبوزيت سايد كده بس مش كده فهمتوا القصه عامله ازاي يا اخوانا؟ هتقول لك ما هي سايد تو سايد لا هي كده سايد بس لسه ما بقاش تو سايد فهمتوا كده ازاي؟ سايد تو سايد سايد تو سايد انا بقول واحده بس هتشتغل صح؟ هتقول طب ما هو ده الميكانيزم بتاع السايد تو سايد ايوه بس السايد تو سايد لازم الاثنين مع بعض دي مره ودي مره دي مره ودي مره واحده بس اشتغلت هتعمل ايه الواحده دي؟ ها؟ ديبريس بروتريود وتشد الماندبل الناحيه الثانيه بس طب لو الثانيه اشتغلت معاها ما خلاص بقى يبقى ده البوس ماسلز بقى واحده بس اشتغلت ماشي ولكن دي فقط دي مشلوله ها مش هقول مشلول دي بس هتشتغل بص يا سيدي هي العضله بتعمل ايه ها
ديبريسيف ماندل وبتعمل ايه؟ بروتروت الماندل مش كده؟ ولو دي بس اشتغلت كده اسمها الحركه دي ايه؟ مش عاوز سايد تو سايد؟ لا دي مش سايد تو سايد، ده شربت الماندل على الناحيه الثانيه وقفت بس خلاص. طب انا عايز اعمل سايد تو سايد يبقى الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحده بس، يبقى دي وبعدين دي، دي وبعدين دي. فهمت القصه؟ عشان كده لما جه قال لك البوس ماس بوس سايدز قال سايد تو سايد صح؟ لما قال واحده بس قال بوش بول ديماندبل توورد الاوبوزيت سايد، ما قالش سايد تو سايد. ماشي؟ وصلت؟ ما هو ايه تحليل السايد تو سايد؟ ان كل واحده بتبول الماندبل تو اوبوزيت سايد بس بالتناوب، دي مره ودي مره، دي مره ودي مره، دي مره ودي مره. وصلت؟ فهمتوها؟ استاذ انا مش فاهم ايه الاكشن كده، هو ده الاكشن بتاعها. بص يا اخوانا مهم جدا، ده مهم جدا جدا جدا، الاكشن بتاع الترويج مصر ده رهيب. ماشي؟ اما يجيبوا ام اس كيوهات بيجيبوا القرف ده. لا يعني ده حتى يجيبش اتاتشمنت في الام اس كيو يجيب القرف ده. اكتنج توجذر الترنتنج ولا مش عارف ات ذا سيم تايم، شوف انتوا القصه عامله ازاي، يجيبوا حاجه زي كده. 66 ميديا ترويج، بص معايا. وصفها لك قال لك ايه؟ تك كوادري لاترال ماسل صح كده؟ موجود على الميديال سايد بتاع اللاترال تريجويد. يعني بص معايا كده مين العضله دي هنا؟ لاترال تريجويد صح؟ فطبعا يعني ايه؟ قال لك ذكر على الديب هيد يعني انها موجوده على الديب سيرفس بتاع مين؟ بتاع اللاترال تريجويد ماسل. بس في الحقيقه ان هي عاملها ايه اصلا؟ فاكرين؟ كلاسبنج صح؟ يعني دي اللي وراها بتاع اللاترال تريجويد وهي عاملها ايه؟ كلاسبنج. وجه ذكرها بعد كده برضه. بص بيقول لك ايه؟ It has two heads. Which class the lower head of the lateral trigoid muscle صح كده؟ يعني واحدة بتغطيها من بره، واحدة بتغطيها من ايه؟ من جوه. عاملة كده بالظبط. Origin by two heads which class the lower head of lateral trigoid muscle. Superficial head ماسكه فين؟ ها؟ قولوا انتوا بقى. بصوا على الرسمه بقى ها؟ From tuberosity of ايه؟ of maxilla. والديب هيد ماسكه فين؟ Inner surface of lateral trigoid blade and trigoid fossa. Insertion. ها؟ ماسكه فين؟ inner surface of angle of mandible صح؟ below mandibular foramen and behind myloid groove. مش ده اللي مكتوب عندكم؟ تعالى اقرا كده اهو. السوبرفيشال هيد فروم تيبروستي اوف ماكزيلا الديب هيد ارايز فروم ذا ميديال سيرفيس اوف لاترال تيرويد بليت اند تيرويد فوسا ولا فوبيا؟ ما الفوبيا ماسك فيها مين؟ الانسرشن بتاع لاترال ايه؟ تيرويد. والله والانسرشن بتاعها the fibers run downward and backward and laterally ماشي وانسيرتد انتو ذا ميديال سيرفيس اوف ذا انجل اوف ماندبل بيلو ماندبلر فورامن اند بيهايند مايلويد جروف. تاني بصوا الدايركشن بتاع الميديال ترجويد داون وباك، الرسمه دي مكان لاترال ردوا مثلا فين؟ هنا العضله جايه من هنا لهنا صح كده؟ هي فعلا داون وباك صح؟ بس ناحيه الايه؟ ناحيه اللاترال. انتوا بتسمعوا ازاي؟ فالدايركشن بتاع اللاترال ما يبقاش في رسمه، يبقى في الموديل بس. فهمت يا اخوانا؟ الاكشن بتاعها بالظبط زي اللاترال تريجويد بس فرق واحد، اللاترال كانت ديبريس الميديال الليفيت. تعالى اقرا اكشن. The muscles of both sides يشتغلوا مع بعض ولا alternative contraction؟ هيشتغلوا مع بعض. هيشتغلوا مع بعض هتعمل ايه؟ ايه؟ بروتريود وليفيت المندل. بس اللاترال كانت بتعمل ايه؟ بروتريود وديبريس المندل مش كده؟ اكتنج الترنتيف ايه؟ الترنتيف يعني ايه؟ بيشتغل كل واحده ايه؟ مع الثانيه بالتناوب. مفيش هتعمل ها؟ يا اخوانا سايد تو سايد موفمنت نفس الفكره. ماشي؟ زي الثانيه بالظبط. طب لو واحده بس اشتغلت، لو واحده بس اشتغلت ها؟ بول ماندبل توورد الاوبوزيت سايد مش كده؟ اليفيت الماندبل وبروتريود الايه؟ الماندبل. فهمت قصدي؟ نسخة من اللاترال تريجويد، الفرق الوحيد؟ إن اللاترال بتدبريس المانديبول والميديال بتلفيت الإيه؟ المانديبول. نعمل تجميع كده بعد إذنكم، بصوا. بصوا معايا يا شباب. كده بصوا معايا. دلوقتي عايز نجمع كده تمبرالس بس يا اخوانا ماسيتا ميديا تريجويد ولاترا تريجويد ميديا
مين فيكم يقول لي الاكشن بتاع التيموريز؟ ها عبد الرحمن، اكشن اوف تيموريز عبد الرحمن تاني. اليفيشن ريتراكشن ولا بروتريوجن؟ اكيد ريتراكشن. ماشي صح ريتراكشن. شكرا يا عيد. مش عيد صفوت. قول يا صفوت المنسيتر يا حبيبي تعمل ايه؟ اليفيشن. وبروتريوجن وريتراكشن صح؟ ماشي يا صفوت. وريتراكشن وبروتريوجن. طيب الميديا تيروجويد مين عارفه؟ بنات بقى داليا. ها الميديا بتعمل ايه؟ اليفيشن. ها بروتريوجن صح؟ و سايد تو سايد مش كده برضه؟ طب اللاترال. ها ديبريشن. ها بروتريوجن و سايد تو سايد مش كده برضه؟ ايه المطلوب دلوقتي؟ والله بيجي سؤال في الامتحان جيف ان اكونت ماسلز اليفيت المندل. مين بقى؟ ها تمبريس ماسيتر ميديا تيروجويد صح كده؟ جيف ان اكونت ماسلز بروتريود المندل. مين ها؟ ماسيتر ميديا تيروجويد لاترا تيروجويد صح؟ ماسلز بروديوس سايد تو سايد موفمنت لاترا تيروجويد ميديا تيروجويد صح؟ ماسلز ريتراكت المندل. ريتراكت دول اللي هو مين؟ تمبوراليس وايه؟ وماسيتر. واحدة بس اللي بتعمل ديبريشن مش كده برضه؟ اللي هي مين؟ اللاترال بس مش لوحدها، معاها ماسلز في النك. انتوا بتفهموا ازاي؟ ده أشهر أسئلة امتحانات عندكم. ماشي في العضلات دي. يعني مفيش حاجة اسمها جيف أن أكونت ماسلز أوف ماستيكيشن، مش الكلام ده خالص. جيف أن أكونت ماسلز اللي فيت المندول. اللي أنت بقول فيهم إيه دول؟ أوريجين، إنسيرشن، سبلاي، أكشن، ريليشن، عادي جدا. شرح بالتفصيل. هتقول طب انا ما اتكلم في الاكشن هقول بس الاليفيشن؟ لا انت بتشرحها كلها عادي خالص، بتوضح بس ان دي واحده بتعمل اليفيشن، لو في اكشن تاني مع الاليفيشن بتقوله عادي خالص، بس بتاكد ان هي دي واحده بيبقى له ايه اليفيشن. يعني مثلا بتعمل كام بروتريوجن، بتعمل ريتراكشن، بتقول الكلام ده ماشي، بس بتوضح ان فيها ايه الاكشن بتاع ايه الاليفيشن. 10 2 اليفيت المندول رقم 1، الثاني بروتريود المندول. فيهم كلام كتير ماشي، واضحة؟ في مشكلة؟ صورة الامتحان بالمنظر ده كده. مصر اليفيت المندبل، مصر ريتراكت المندبل، بروتريود المندبل، بروديوس سايد تو سايد موفمنت. ماشي؟ أو يجيبها صراحة. ريليشنز أوف تريجويد مصرز. بس. اتكلم عليه. خلاص. وصلت؟ طيب. نرجع تاني لرسمتنا اللي هي بالجنب دي المكسورة. بس. طيب. هنبدأ نخش بقى في الإيه؟ المعمعة بجد بقى. نبدا بقى ايه؟ نخش في الحفلة بقى. ايه؟ 3 دقايق؟ بريك. نبدا ايه موضوع جميل قوي. نبدا بقى، انا قلت لكم معلومة ان احنا هناخد العضلات بتاع الاستيكيشن اوريجن وانسيرشن وايه؟ واكشن. بس. بعد كده هناخد فيسلز ونيرف صح؟ وهرجع تاني ريليشنز اوف ماسلز اوف ماستيكيشن. هنبدا كده مع بعض من اكبر الارترز في الكتابين بتوع الهيد والنك، مجزره الارتر. مجزره الايه؟ ارتر. جبنا سيرته في الفيس لو تفتكروا، كان بيدي بقه فاكرين صح؟ وانفيريور الفر بيدي منتال مش كده؟ وبيدي انفرا اوربيتال. بس ده اللي قلناه، لا كنا قسمناه ولا عملناه. انا النهارده هقسمه واقول الكورس بتاعه، والحصه الجايه بتاعت بكره والتلات نتكلم على الايه؟ على الفروع بتاعته. هنبدا فعلا ده بدا، يعني انا بعتبر من هنا البدايه الفعليه للحاجات المهمه في الهيد ماشي، الارترز والنرف بتاعتها مهمه قوي. بص معايا نفس الرسمه بتاعت النورمال لاترالز ازاي؟ انا كسرنا زجمات القرش، حد عارف اسمها ايه دي؟ انفرا اوربيتال ايه؟ كورونا. وبعدين لو تفتكر طبعا الجريتر وينج بتاع الاسفنويد ده زجمات القرش مكسور،
ده لاترال تيرويد بليت. امال ايه ده هنا؟ تيرب ماكسيلاري ايه؟ فشر. الصوت يا جماعه الصوت ده المانديبول اهو، كسرنا المانديبول خالص. وبعدين طبعا ايه بتاع هنا؟ ها ستايلويد ايه؟ بروسيس. واخدنا من شويه اللي كان فيه عضلايه كده هنا، حد فاكر اسمها العضله دي؟ مين عضله شبه هنا؟ اللاترال تيرويد ايه؟ ماسك كده اللي هي ابر هيد ولور هيد، مش كده؟ بدانا بيها، بدانا بالعضلات الواحده. طب احنا طالما كده كده هناخد ريليشن بعد الفيسلز والنيرف، طب ما كنا نسيب العضلات بعد ما نخلصهم وخلاص. ما انت طول ما انت بتشرح فيسل ونيرف سيرتهم موجوده قدامك، جنب اللاترال تيرويد، جنب الميديا تيرويد، جنب المسيتر، جنب ما اعرفش ايه، بعرفهم كويس ماشي. فالعضله اللي قدامنا دي اسمها لاترال تيرويد ايه؟ ماسك ماشي. وبعدين وقلنا الحصه اللي فاتت كان فينا جلاند مشهوره قوي اسمها باروت الجلاند، صح؟ دي باروت ايه؟ جلاند. ماشي. وقلنا من ضمن الكونتنت بتاع باروت الجلاند كان في ارتري بيدخل اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري، صح؟ وكان الاكسترنال جوه الجلاند بيتفرع تو تيرمينال برانش، عارف يا اسامه؟ يا هما اسامه ايه الفرعين بتوع الاكسترنال كاروتيد جوه البروت الجلاند بيدي ايه؟ ها؟ لا تي عم بس اسامه دلوقتي في ارتري اهو داخل جوه الجلاند اسمه الارتري ده اكسترنال كاروتيد بيدي فرعين. ايه الفرعين دول؟ لاترال مش لاترال ميديال، واحد طالع لقدام وواحد طالع لفوق. اسمه ايه الفرع ده يا اسامه؟ ماكزيلري وسوبرفيشال تمبرال. ماكزيلري ارتري ده اسمه ايه؟ سوبرفيشال تمبرال ايه؟ ارتري، مش كده برضه؟ حتى قلنا السوبرفيشال تمبرال طالع من الابر اند بتاع الجلاند، صح؟ من عند البيز. والماكزيلري من انتروميديال سيرفيس، مش كده برضه؟ بص معايا. تو تيرمينال برانشز، انا دلوقتي بتكلم على مين؟ على الماكزيلري. وان اوف تو تيرمينال برانشز اوف اكسترنال كاروتيد ارتري انسايد سبستانس اوف باروت الجلاند، صح؟ بيهايند نيك اوف ماندبل، مش دي النيك بتاع الماندبل؟ هيد نيك، ورا النيك بتاع الماندبل بيبدا الماكزيلري كواحد من التيرمينال برانشز بتوع مين؟ بتوع الاكسترنال ايه؟ كاروتيد. بس انت تقول لي كده اوريجن وان اوف تو تيرمينال برانشز اوف اكسترنال كاروتيد، بيقول لك ان التو تيرمينال برانش واحد تخين واحد رفيع، الرفيع هو السوبرفيشال تمبرال والتخين هو مين؟ الماكزيلر. انسايد السبستنس بتاع باروت الجلاند بيهايند النيك بتاع الماندو، دي الخريطه بتاعته. طيب بعد كده بيمشي ازاي؟ بص. ران فورورد، صح؟ ميديال للنيك بتاع الماندو، صح؟ وبعدين بيلو مين؟ اللاترال تيرجويد، مش كده؟ بس يعني المفروض ان هو تحت التندم بتاع اللاترال تيرجويد. بعد كده مشي ديب للور هيد بتاع اللاترال تريجويد، صح؟ بعد كده عدى بتوين التو هيدز بتوع اللاترال تريجويد عشان يدخل فين؟ ها؟ في التلجو ماكزيلر الفيشر واختفى، صح؟ هو الفيشر ده بيدخل على فين اصلا؟ على التلجو. بقى يبقى هو دخل من التلجو ماكزيلر الفيشر راح على التلجو بلاطين ايه؟ فص. قالك بالكورس اللي انت شايفه ده الماكزيلر الارتري هيتقسم ثلاث اجزاء، فيرست بارت وسكند بارت وثيرد ايه؟ بارت. وده يمكن تالت ارتري بنتعرض له في المنهج بتاعكم في تلات اجزاء. السنه اللي فاتت كان سبكليفيان فيرست بارت وسكند بارت وثيرد، حتى تعرضنا لسبكليفيان في الفيرست بارت انترنال ميموري السكند بارت كوستو سيرفايكال ترانك، فاكرين الكلام ده؟ وخدت في الابر لمب اكزيلري بالدكتور اسماينو بين فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت، مش كده؟ تالت ارتري ماكزيلري بيتقسم باللاترال تيرجويد لفيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت، ده الفيرست بارت، ده السكند بارت، وده الثيرد بارت. طيب فيرست بارت اوف ماكزيلر ارتري ده الجزء اللي موجود ميديا للنك بتاع الماندبل وتحت التندم بتاع اللاترال تريجويد. سكند بارت
either superficial or deep to lower head of lateral goods. يعني ايه الكلام ده؟ هو في الرسمه دي مرسوم ايه؟ deep للور هيد صح؟ في بعض الناس superficial ماشي؟ يعني ساعات بيبقى deep وساعات يبقى ايه؟ superficial. بس هو شرحه في الكتاب عندكم هو ذكرها ان second part either superficial or deep to lower head of lateral ايه؟ pterygoids. ماشي؟ في بعض الناس ماشي كده بيبقى superficial الايه؟ lateral pterygoid وبعض الناس بيبقى ايه deep. بس خلي بالكم هو deep هيعدي بتوين الايه؟ التو هيدز صح؟ لو superficial مش هيعدي بتوين التو هيدز. شفتوا قسمها ازاي؟ يعني هو في الكتاب قال لك السكند بارت either superficial or deep to lower head of lateral pterygoid خلاص؟ قال لك الثيرد بارت comes out between التو هيد بتوع lateral pterygoid عشان يدخل فين؟ في الفيشر. ما هو هنا اتعامل على انه ايه؟ deep. بس هو لو كان superficial ايه اللي هيخليه يعدي بتوين التو هيدز؟ شفتوا القصه عامله ازاي؟ هو عدى بتوين التو هيدز عشان يخش في قلب الايه؟ الفيشر يروح عند ترجو بلاطين ايه؟ بص بس انا دلوقتي انا مش شايف الثيرد بارت رايح فين صح؟ انا كل اللي شايفه ان الارتر ده باين بس نهايته من هنا صح؟ في الفيس البيبرال ونزل وايه؟ وليبيال. بس انا مش شايف الحته اللي في النص. فانا اتخيل ان السكال دي ازاز جمجمه ايه؟ ازاز. وابدا اتفرج على الارتري الثيرد بارت هو داخل جوه الايه؟ العظم بيعمل ايه؟ بص يا شباب رسمه كنا خدناها في المجزره لينير وخدناها في الارترز اوف فيس. بص ادي السكال اهي ده الاوربت ده سقف الاوربت اهو وده الارضيه بتاعت الاوربت ماشي. ايه بتاع دي اسمها؟ انفرا اوربتال فورمن ها انفرا اوربتال كانال وكان في نهايه الاوربت من فوق في فشر اسمه سبير اوربتال فشر وتحت ها انفير اوربتال ايه فشر. كان هنا الالفا بروس اهي بعد كده ايه ده؟ ها تيرجو ماكزيلاري فشر بيدخل على اوضه اسمها اسمها الاوضه اللي جوه دي تيرجو بلاطين ايه فوس. هو في الرسمه دي انت الثيرد بارت بتاع الارتري اخر عهدك بيه لما دخل عند الفشر صح؟ بعد كده ظهر فجاه منين؟ من الفورمن اللي بره. طب من اول هنا لغايه هنا مش ازاي؟ تعالى نشوف كده مع بعض. خدنا الرسمه دي على فكره قبل كده خدناها في الفيس حتى قلت لكم الكلام ده هيشيل علينا حمل كتير بعد كده. ده اسمه ايه بتاع ده؟ تيرجو ماكزيلاري فيشر. الاوضه اسمها تيرجو بلاطين فصه سوبيريور اند انفيريور اوربتال فيشرز روف اوف اوربت وفلور اوف اوربت. عايز اعرف الكورس بتاع الارتري. احمد قول لي الكورس بتاعه كده ده انهي بارت في الارتري ده؟ فيرست ولا سكند ولا ثيرد؟ السكند هو اللي جنب لاتر تريجويد صح؟ مش كده؟ يبقى ده الثيرد بارت صح؟ بيعدي منين؟ بيعدي تيرجو زي الفشل بيروح على تيرجو على تيرجو بلاطين فصه بعد كده بيروح على انفير اوربتال فشل. من اول هنا هيبقى اسمه انفرا اوربتال ارتري مش كده برضه؟ والانفرا اورت هيمشي ازاي؟ على الفلور بتاع الاوربت بعد كده انفرا اوربت الكنال بعد كده بيطلع كامز اوت فروم انفرا اورت ايه؟ فرامن عشان يغذي الفيس عشان احنا خدناها كده صح؟ يعني لحد هنا كده ده ثيرد بارت في المجزره. هتقولي طب ما ده تكملته. ما هو فعلا تكملته بس بكتبه من دون فروع. يعني ناخد فروع الثيرد بارت في المجزره الارتري بيدي انفرا اوربت اللي هو اصلا كونتينويشن بتاعه. فهمتوا يا شباب؟ بص في الكتاب كاتب ايه؟ عشان ايه؟ نخلص من الحته دي واحده واحده كده يعني ارتر كبير قوي. صفحه 70 مجزله لارتر. بصوا هيتحفظ صم الارتر ده يترص كده. ده it is the larger of the two terminal branches of external carotid artery. ماشي. الرايز behind the neck of mandible in the parotid gland. هو فعلا بيطلع ورا النك بتاع المندبل في قلب البروتيد جلاند مش كده برضه؟ الكورس بتاعه divided into three parts ماشي؟ ايه هما؟ first part second part و third part. مش كتابه زي الزفت هنا. first part run horizontally ماشي هوريزونتال ميديا لمين ها؟
للنك بتاعت ميديال تو نك اوف ماندبل along the lower border of the lateral pterygoid ايه muscle. ماشي ميديال للنك بتاع الماندبل تحت اللور بوردر بتاع التندون بتاع اللاتر تريجود ايه muscle. مش كده التندون هنا خالص. السكند بارت سكند بارت ران باس upward اند فورورد upward وفورورد ماشي either ايه superficial or deep to the lower head of the lateral pterygoid ايه muscle. يعني يا اما ديب يا اما ايه superficial بس الرسم عندنا هنا ايه ديب. ماشي وهنتعامل على طول بالرسمه دي. الثيرد بارت leave the infratemporal fossa by passing between the two heads of the lateral pterygoid muscle. وهنا تعامل على انه ايه بقى هنا ديب مش كلام to enter the tergobaratine ايه fossa. في سؤال بيتسال في الشفوي يقول لك يا ابني ايه اللي بيربط الانفراتمبرال فصة بالترجوبراتين فصة؟ وايه اللي بيربط الانفراتمبرال فصة بالاوربت؟ وايه اللي بيربط الترجوبراتين فصة بالاوربت؟ ترى مرة ابطال تسال الحاجات دي عشان ترى مرة ابطال بتخش تشرح لكم هيدي دلوقتي. بص بتموت في الاسئله دي. سؤال تاني مهم قوي الفتحات اللي في الترجوبراتين فصة. حصه جايه حصه كلها فتحات. بص معايا حد العظم في العضل مهم دلوقتي دي الانفرا تمبرال فوس صح؟ مش دي الانفرا تمبرال اللي بيوصل الانفرا تمبرال فوس بالترجو بلاتين فوس الترجو ماكزيلا فيشر. اخوانا يا ناصحين سيبوا سيبوا اسلامي طبعا. دلوقتي العرض ده جاي منين؟ بصوا هنا قال لك ده جاي من الانفرا تمبرال فوس صح؟ طب عشان يخش الترجو بلاتين فوس عدى منين؟ بالترجو ماكزيلا فيشر. طب ايه اللي بيوصل الانفرا تمبرال فوسا بالاوربت؟ الانفير اوربتال فيشر. ايه اللي بيوصل الترجو بلاتين فوسا بالاوربت؟ الانفير اوربتال فيشر. يعني الانفيريور اوربتال فيشر فاتح في الترجو بلاتين فوسا وفاتح في الانفرا تمبرال ايه؟ فوسا. لو خدت بالكم من هنا من السكارت اهي. بصوا مين ده؟ ها؟ عين. ايه ده؟ اوربت يا حبيبي مش عين ماشي؟ ده ايه؟ انفير اوربتال فيشر. هتلاحظ بصوا ان الفيشر بس في حته منوره وحته ضلمه صح؟ الحته المنوره دي ده بيفتح في الانفرا تمبرال فوسا صح؟ بصوا بيكمل جوه بصوا عامل ازاي اهو عشان يفتح فين ها؟ بصوا اهو هنا بيفتح فين بقى هنا ها؟ في الترجو بارتاين ايه؟ هو فاتح في الاثنين. فاتح في الانفرا تمبرال وفاتح فين؟ في الترجو بارتاين. فالانفرا تمبرال بتتصل بالاوربت عن طريق انفير اوربتال فيشر. والترجو بارتاين فصة متوصله بالاوربت برضه عن طريق انفير اوربتال فيشر. والانفرا تمبرال فصة متصله بالترجو بارتاين فصة عن طريق الترجو ماكزيلا فيشر. فهمتوا القصه؟ صعبه دي؟ طيب كفايه عرض الكلام دلوقتي بس انا هقول معلومه صغيره ان ايه؟ قلتها الحصه اللي فاتت في ناس سالوني يا دكتور يعني موضوع محرج جدا بالذات الجماعه الاكسترنال فان شمس لك يا ابني اسماء الاسنان بتاعتك ايه؟ سنانك عدهم لي. ايه؟ في سؤال غبي قوي اتسال بس خلاص عايزين تعرفوه ولا بلاش؟ هو سال سؤال قالوا الباروتيد دكت في الطفل الصغير بتفتح فين؟ بس يا جماعه المعلومه دي بس اخر حاجه ونمشي يلا كفايه ارتس خلاص كده ارتس هقول برانشات الحصه الجايه ان شاء الله بس تعالى نعرف كده اسنان ترتيبها ايه؟ واسمائهم ايه؟ ماشي؟ والبرد بارت فعليا وساعات تقول لك ايه عد لي معلش كده ايه اسنانك من فوق وقول لي عد لي كده رقم بعد الناب تعد قد ايه وتلاقي الفتحه بتاع البرد الضغط دكاتره بصهم ويعملها كده بعينه كده قال انا خلاص بقى انت يعني ايه؟ ايه يا باشا في ايه؟ قلت ما حسرك عليها كده وجيبها لك وخلاص من جوه. بص تعال نرسم كده الايه؟ الفك العلوي ده بس بقى حته مهمه على فكره قوي. بص ماشي قال لك ايه؟ قال لك عندك اربع قواطع واحد اثنين ثلاثة أربعة. هنبص من تحت وبعدين أنياب. القواطع انسيزورز اسمها إيه؟ ما تقول انسايزورز اسمها انسيزورز اسمها إيه؟ القواطع
الانياب اسمهم كناين. ماشي؟ بعد كده بصوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إيه دول؟ أربع قواطع صح؟ ده فوق أو تحت. وبعدين أنياب كناين. بعد كده دول اسمهم بريمولر. كم واحد؟ اثنين. وبعدين مولرز كم واحد؟ ثلاثة. ماشي؟ قالك بس ده واحد بعد أكبر من 17 سنة. ماشي؟ اللي ورا ده بيسموه درس العقل. درس الحكمة مش كده؟ بعد ده بيظهر أو بيبدأ يطلع من بعد 17 سنة. ساعات لحد 25 سنة بيبدأ يظهر عادي. مش معنى كده إن واحد مجنون ما عندوش درس العقل ده يبقى أهبل مثلا. لا يعني قصده إيه؟ يعني بيطلع في سن الرشد يعني بقى شخص بالغ وراشد وعاقل، مش ده المسؤول عن العقل. لك هو ده بقى لا بيطلع واحد بيعقل بقى كده وبتاع، اما يجي العريس تبص في ايه بتاعه فوقه كده عندك الدرس بتاعه من تحت، عنده درس العقل ولا ما عندكش؟ مش يقلق من العقل. لا مش ده خالص، موضوع خالص. ماشي؟ سؤال بقى، يبقى اقل من 17 سنه ده مش موجود صح؟ دول بس الموجودين. بس تعالوا شخص بالغ ماشي عنده كام درس؟ 12 درس، سته فوق وسته تحت مش كده برضه؟ ثلاثة هم وثلاثة وكام؟ ستة، وزيهم في الصف التحتاني مش كده؟ يبقى 12 درس في بقه. كام ناب؟ أربعة، اثنين فوق واثنين تحت، قواطع ثمانية، أربعة فوق أربعة تحت، تمام؟ فين بقى بارة الضغط بتفتح؟ هنا. قصاد ده، مين؟ ده السكند مولر. ماشي كده؟ يقول له سيادتك بقى يسألك يا ابني بارة الضغط بتفتح فين؟ أصل واحد يقعد يلعب في بقه كده دي ورا خالص. ومن رحمة ربنا عشان ما حدش عبها. قدام المنطقه الاماميه دي بتاع الشفايف والحته اللي قدامها الخد عرضه للعض يقعد يعض ده، فربنا بعتها خالص على المنطقه دي ورا خالص مش كلام. عندي ايه؟ وخلي بالك لو عيل اقل من 17 سنه هيفتح البارود ضغط عند اخر درس صح؟ ما ده بالنسبه له دلوقتي ايه؟ اخر درس مش كده؟ اللي هو برده السكند مولر برده مش كلام، بس بالنسبه له هنا دلوقتي ايه؟ اقول له سيادتك لو واحد اقل من 17 سنه البارود الضغط عند اخر درس من فوق. اشمعنى؟ لسه درس العالم ما طلعش. ماشي؟ طب نقلهم كده هنا؟ بص عليه ازاي؟ الاخ جاوب ده، ارجع لي. بصوا هنا كده. جبت لهم مانيكير؟ لا. دي القواطع. كم واحد؟ أربعة. بص معايا كده. أربعة في إيه؟ بص معايا كده. دوينه كده جميلة بقى. بس يا إخوانا. نهاية كده بص معايا. ده اسمه كناين صح؟ فيرست بريمولر. سكند بري مولر. ركزوا بقى ها. فيرست مولر، سكند مولر، ثيرد مولر. الضغط تفتح قصاد ده. ماشي يا اخوانا؟ اقول له سيادتك يقول لك عدي لي كده مسنانك من فوق. بيحصل. يقول لك يا ابني بارود الضغط بتفتح فين؟ تقول عند الابر سكند مولر مش كلام؟ او السكند ماكزيلر ايه؟ طب عدهم لي. عدي لك ايه؟ دروسي؟ اه عدهم لي. ليه؟ خلعهم. حشيهم مركب طقم اي حاجه. يروح ماسك لك بقك كده عد بقى. قول له عد عليك انت. قول له سيادتك بعد اول ناب سيادتك ده فيرست بريمولر، بعد الناب سكند بريمولر، فيرست مولر. يبقى اكيد الشخص ده اكتر من 17 ايه سنه لان عنده درس العقل اهو مش كده؟ فهمت يا شباب؟ على فكره اسمعوا، بعد درس العقل الماكزيلري تيبروستي. الحته دي اسمها ايه؟ ماكزيلري ايه؟ تيبروستي. فهمتوا؟